الكربون في التونس. في عام 1985 قام رجل كنيسة بتسخين أحد أكثر تأصلات الكربون شيوعاً وهو الجرافيت إلى درجة حرارة عالية جداً، وصنع أصلاً كربونياً جديداً. في تركيبتها كل ذرة كربون ترتبط تساهمياً مع 3 ذرات كربون وتكون جزيئاً مستديراً يحتوي على 60 ذرة كربون. هذه الجزيئات تتشكل على شكل كور القدم الصغيرة. كور القدم هذه تصمم في شكل سداسي أو خماسي. جزيئات الكربون 60 تمتلك كثيراً أو قليلاً من الاستدارة التامة حتى في درجة حرارة الغرفة. كرات بوكي هذه تدور بصفة مستمرة وعشوائية، وحتى لو جمعت بالقرب إلى ما هو ممكن هناك كثير من الفراغات بين الكرات. هذا يجعل إمكانية دخول ذرات أخرى في هذا الفراغ. على سبيل المثال، ذرة معدن الرابيديوم يمكن أن توضع بين الفجوات في كرة باكي. ذرة الرابيديوم تعطي إلكتروناً لكرة باكي واحدة، وهذا الإلكترون يستطيع التحرك بسهولة بواسطة القفز من كرة إلى التالية. من ثم بالكربون 60 يمثل خليطاً وهو موصل جيد للكهرباء بدون أي مقاومة.